منذ المغامرات الصدامية والحصار المفروض على الشعب، اعتمدت سلة غذاء الأسرة العراقية على البطاقة التموينية. مفرداتها لا تتجاوز الأساسيات اللي يعيش عليه الإنسان، هي التمن والشكر الطحين والدهن والشاي وبعض الحبوب، إضافة إلى أردى أنواع المنظفات في العالم. استلام الحصة التموينية صار عادة دأب عليها العراقيون، وأصبح مجرد التفكير بإلغاء هذه البطاقة يمكن أن يسوي أزمة اجتماعية كبرى لا يمكن حلها. فالبطاقة قائمة، وهواي من الأسر العراقية تعتمد على الحصة التموينية كمصدر وحيد للغذاء، وهذا بموجب نظام البطاقة التموينية. تتكفل الدولة بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المواطنين شهريا بما يسد جزء من احتياجاتهم، إلا أن مفردات البطاقة تناقصت من 10 مواد على الأقل شهريا إلى 2 أو 3 في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية. وهنا سؤال، هل البطاقة التموينية واحدة من المعالجات المؤقتة لمواجهة شبح الجوع اللي لاحق المواطنين بسبب السياسات الاقتصادية؟ لذلك فقد جاءت مفردات البطاقة لتلجم أفواه الأفراد وتجعلهم يعيشون مع الوضع الجديد اللي فرضته عليهم الإرادة الدولية. وإلك الله يا الفقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حصادنا الرمضاني لهذا اليوم. مثل ما تابعنا بالتقرير، يتساءل المواطنين عن معاناتهم المستمرة عن بطاقة تموينية من حيث رداءت نوعيتها حسب قولهم، فضلا عن قلتها، وفي كثير من الأحيان تتأخر ولا تأتي إلا بعد أشهر. أحيانا يستغلون الفارق الزمني من أجل التلاعب بالمفردات من خلال عدم توزيع أحد المواد الثلاث، بالتالي الخاسر الأكبر هو المواطن، وهذا الموضوع يسبب بسلوكيات غير قانونية وغير إنسانية تؤدي قطاعات شعبية واسعة بأنها هذه هي الأكثر حرمانا وتعرض للجوع وعدم تلبية المتطلبات الطبيعية للأسرة مع ارتفاع أسعار البضائع والسلع، إلى أن وصلنا إلى قانون الأمن الغذائي الذي تعرفنا يعني على بعض ملامحه من خلال التقرير الذي عرضوه لنا الزملاء في غرفة الحصاد. وقبل البدء أرحب بضيوفي الأكارم، كل من السيد النائب حسين السابري، حياك الله سيادة النائب، أهلا ومرحبا بحضرتك نائبا مستقلا وضيفا كريما، وكذلك أرحب بالدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي والمالي، أهلا بك دكتور ضيفا كريما حياكم الله، وكذلك أرحب بالأستاذ طالب عباس معاون مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، حياك الله الأستاذ طالب، والدكتور علي هادي جودة مستشار اقتصادي في غرفة تجارة بغداد، أهلا ومرحبا بك حياكم الله، ومساكم الله بخير ضيوفنا الكرام، رمضان كريم وقدر الله أعمالكم وصيامكم. قبل أن نخوض في موضوعة الأمن الغذائي ومفردات البطاقة التموينية، خلونا مشاهدينا أحب نطرح على حضراتكم سؤال استطلاع لآرائكم حتى قبل أن نختم الحلقة نعود إليه ونعلن النسب المئوية اللي صوتوا بها على هذا الاستطلاع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الأيام الفضائية. هل تعتقد أن قانون الأمن الغذائي سيضمن توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً والقضاء على الأزمة الحالية؟ وهذا السؤال راح ننتظر إجاباتكم مشاهدين الأحبة. وبالبداية أبدأ مع حضرتك السيد النائب حسين السعبر، رأيك هل أن الفساد الإداري والمالي هو من أخذ ما أخذه في موضوعة البطاقة التموينية، مفرداتها، توزيع هذه الحصة الغذائية، هل ألقى بظلالة ثقيلة على موضوعة الأمن الغذائي؟ حياكم الله، مرحبا بك، وأسأل الله قبول الطاعات لنا أجمعين إن شاء الله. حقيقة أولا موضوع اليوم موضوع الأمن الغذائي للجمهور والشعب، وشكرا أنه هذا الموضوع يعني اللي يكون يوم على قناتكم على قناتكم. جواب السؤال هو فقط الفساد المالي والإداري،
دارة لها ما لها. أكو مشكلة فساد سياسي. فساد سياسي هو اللي بيدفع كده الإدارة اللي بتسيطر على هذه الإدارة. هذه الإدارة لها عقود يعني عقود التغيير عقود ضخمة جدا. تشوف أكثر تنافس أكثر يعني تطالب على قبل أن نتحدث عن سيادية وزارة التجارة سيد السعدري، خلينا فقط أذهب إلى الدكتور عبد الرحمن المشهداني خبير الاقتصادي والمالي. حياكم الله دكتور وصياما مرفولا. يتحدث السيد النائب، أهلا ومرحبا بحضرتك. يتحدث السيد النائب عن الفساد الإداري والمالي الذي نخر مؤسسات الدولة، وبالتالي وزارة التجارة هي من أهم الوزارات، بدل أن تكون خدمية للمواطن لربما أصبحت أهميتها وسلم الأولويات لدى الكتل السياسية في تسمم هذه الوزارة. طيب، هل سيكون المواطن هو ضمن هذه الصفقات في البيع والشراء؟ بالتالي مصلحة المواطن أين في سلم الأولويات؟ يعني أنا أعتقد أن وزارة التجارة مثل باقي الوزارات، يعني إحنا نسمع حقيقة، إحنا لسنا يعني الشركاء، يمكن سعادة النائب أقرب إلى الصورة. كل الوزارات تجري عليها المحاصصة والمغانم، وبالتالي أنا أعتقد هي مثل باقي الوزارات، وأنا أعتقد إنه هذا التصارع السياسي ضحية المواطن. يعني الفساد السياسي مستشري في كل مفاصل الدولة، يعني لا أبدا لا يمكن حصره في دائرة من الدوائر ولا وزارة من الوزارات دون الوزارات الأخرى السيادية الخدمية قبل السيادية، فكلها نفس المستوى، يعني ربما يكون هنا يعني أقل وأكثر، وهذا الحقيقة نشوفه من خلال مراجعتنا لتقارير هيئة النزاهة. هيئة النزاهة اللي تصدر بشكل دوري تشير إلى أنه كل الدوائر كل المؤسسات فيها فساد مالي وفساد إداري. لكن الحقيقة أنا أيضا بودني أن أرجع إلى السؤال اللي وجهته حضرتك لسعادة النائب. واحدة من الأسباب اللي أدت، أنا لست هنا للدفاع عن وزارة التجارة لأنه ممثل وزارة التجارة موجود، لكن أنا بحكم اطلاعي وجدت أن واحد من الأسباب اللي أدت إلى تقصير وزارة التجارة خلال السنوات الأربع أو الخمسة الماضية قرار لمجلس الوزراء في حكومة السيد العبادي عندما خلص مفردات البطاقة التموينية توزيعها من 9 أشهر إلى 6 أشهر، و6 أشهر معناتها كل شهرين، ولذلك شفاعت على المواطنين ما يعرفون يا شهر استلموا، لأنه اقتصرت من 9 أشهر هي يفترض أن تكون 12، خلصوها إلى 9 وثم خلصوها بعد بال 2016 أو 17 إلى 6 حصص. فأنا أعتقد إنه هذا واحد من الأسباب واللي ضحيتها بالدرجة حتى الحصص أيضا يعني تم اختزالها من مواد مفاعلات الحصص النوعية اختزلت المواد من فترة طويلة، تم اختزالها ب4 مواد: الطحين والسكر والزيت والرز، 4 مواد هذه. أعتقد أنه هذا الآن يجب أن تتم مراجعة هذه الآلية. أنا أتمنى من قانون الطوارئ أنه يعني يعاد النظر بموضوع التوزيع وتكون 12 شهر بدلا من 6 أشهر أو حتى 9 أشهر غير كافية، لأنه إحنا الآن نتحدث يا أستاذ أحمد عن ارتفاع معدل الفقر، وإذا نتحدث عن نسبة من هم معرضين للجوع وفق تقارير اليونيسيف أشارت إلى وجود أكثر من 4.5 مليون عراقي مهددين بالجوع. هسه ربما التقرير أخذ الطابع الإطاري أو النظري مثل ما يقيس على باقي دول العالم، يعني إحنا ما ممكن نتعرض مثل باقي دول العالم لأنه عندنا المؤسسة الدينية تقوم وتكفل بهذا الجانب، منظمات مجتمع مدني وحتى العوائل نفسها تكفل بسد جزء من حاجة العوائل الفقيرة المحتاجة ضمن الحي وضمن الماء. هذا بدا واضح حتى تجاه الدوران. هذا طبعا هذا واضح في المجتمع العراقي كلش واضح. ولكن لما تكون المؤشرات على وزارة التجارة هنا اتساءل، وبعد ما جيت الحاب صار طالب حياك الله مجددا، صار طالب باعتبارك معاون مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، نتحدث عن دور وزارة التجارة في هذا الموضوع، إلى أي جانب تعزو الوزارة سبب التلكؤ والتأخير لربما حتى التقصير في توزيع مفردات البطاقة التموينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم. سيدي الفاضل، أي تلكؤ بالنسبة لوزارة التجارة كجهة تدريمة الأمور تتعلق بتخصيصات مالية، أنت ممكن أن تخصص لي مبالغ مالية أنا أشرع بتعاقدات
أصولية أوفر بها البطاقة التموينية وكافة مفرداتها. سيدنا هذا الطرق إلى الفساد الإداري بوزارة التجارة. أي نعم، هي وزارة التجارة مفصل من مفاصل الدولة العراقية، وأهم من أهم المفاصل مع الكهرباء والنفط. أنا بس عنوان الفساد الإداري والمالي اللي يتعلق بوزارة التجارة. أكو لجنة قسم عقود، وأكو لجنة برئاسة معالي السيد الوزير ووكلاء، وتنطرح المواد والاحتياجات اللي يراد استيرادها إذا محلية أو إذا مستوردة. دعوات إلى شركات عالمية معترفة وضمن ضوابط وفحص نوعي أصولي. تجي هاي الشركات تقدم عطاءاتها، ترسي العطاء على العطاء الأفضل فنيا وتبدي بالتجهيز. طبعا أغلب الشحن للمواد، وتعرفون شحن بحري يستغرق فترة طويلة، تجي بعدين وراء فحص لكافة المواد سواء من كل المنافذ. إذا تجي مثلا على سبيل المثال المعجون والعدس من تركيا لازم ينفحص بالمناشئ، إذا تجي الرز والحنطة من الميناء لازم. هاي المدد ما تنحسب على وزارة التجارة، هاي المدد تسرب كل العقود وكل العالم. من أفضل الدول العالمية من يريد يستورد مواد لازم يخضعها إلى فحص نوعي، إلى فحص كيميائي حتى يوزعها المواطنين. احنا هاي المواد اللي تجي تستغرق وقت، يعني شحن لا تتصور انه شهرين اقل شيء. لا بالضبط، هاي اقل شيء، يعني لا تتصور الرز او الحبوب تجي بثلاث اشهر، مستحيل. فهذا طبعا بالوزاره ما اقول قاعده او منتظره يجي الشحن، عندنا خزين وعندنا مواد نجهزها، لكن احنا دائما في حاجة لديمومة البطاقة التموينية. تشوف انت من سنة ندخل بسنة المواد، وبالدرجة الاولى نبحث عن المادة النوعية، لان حقيقة مستحقين البطاقة هم الناس الاكثر فقرا، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني ما يقدر يشتري المادة الجيدة اذا تتركها على كاهله ويشتري. فالوزارة بكل تعاقداتها ما عندها اي تقصير حقيقة. يعني شنو معنى الفساد مثلا اللي يصير بأي صفقة استيرادية أصولية؟ هسه بغض النظر عن الدولة اللي نستورد منها أو عن التاجر اللي يجيب لنا، أنا دائما مخلي ضوابط، على هاي الضوابط من حق أي واحد يدخل أو أقدم دعوات مباشرة ضمن تعليمات تنفيذ العقود لشركات معتبرة. هاي الشركات تجهز لي هاي المواد أول ما تجي، ما تبقى بالمخازن. يعني إحنا السلة الرمضانية الأولى نفذناها، احنا بعدنا اليوم 15 من رمضان. شو السله الرمضانيه استاذ طالب؟ يعني هل هنالك مواد خاصه بشهر رمضان تم توزيعها؟ لا عفوا استاذ، احنا عندنا شهريا نوزع بطاقه تموينيه. طيب برمضان صار توجيه انك توزع سلتين غذائيه. السله الغذائيه الاولى كمواد كامله توزعت 100%. لازمنا لحد اليوم السله الغذائيه الرمضانيه الثانيه اللي هي بتتعلق بشهر رمضان. نسب المحافظات بيها وصلت يمكن بغداد 68، اغلب المحافظات ساري من الشحن للفحص للتوزيع. وبالمراقبه الشديده مع والبارحه يمكن الاعلام شاف معالي السيد الوزير من نهروان بشرق بغداد ويا الوكلاء اجهزه رقابيه، مدير عام الرقابه، مدير عام التخطيط، اول باول تجي المواد تجهز الى المواطن يتم توزيعها. يتم توزيعها. السنه الرمضانيه كانت باجراء عاجل لمواجهه ازمه وارتفاع الاسعار اللي حصلت. طيب واذا كانت هي ما مختلفه، وهنا ايضا تبريرات حكوميه دكتور رجل ترحاب بحضرتك، لما تقدم هنالك تبريرات حكوميه لهذا الموضوع واشاره لمدركات الفساد الاداري والمالي من قبل وجهه نظر نيابيه وخبره اقتصاديه، من وجهة نظركم دكتور بغرفة تجارة بغداد، هل أن الحكومة هي مقصرة بهذا الجانب؟ طريقة المعالجات كيف تكون بهذه الحالة؟ احنا عندنا معيار من المواطن، والمسألة ما يخفيها غربال بصراحة. نعم، ابتداء رمضان كريم على جناب الكريم وعلى الضيوف الأحبة. واقعا هنالك أزمة لا يمكن إخفائها. واقعا الأزمة في كل دول العالم ولا سيما في العراق، عندما تحدث أزمة الذي يتحمل مسؤولية الأول هو الحكومة. بالتالي هي تمتلك الأدوات المالية والأدوات الإدارية وكل مقدرات الدولة هي بيد الحكومة. حقيقة الحكومة إجراءاتها خجولة في مواجهة الأزمة. يعني حقيقة احنا نتفاجأ من نشوف مثلا سواء وزارة التجارة أو وزارة الزراعة انه في وقت الأزمة تقول احنا ما عندنا خزين،
حقيقة يردم يعني فجوة العجز في البطاقة أو يلبي متطلبات البطاقة التموينية عندما اندلعت الأزمة سواء أزمة في أوكرانيا سواء كنا احنا حقيقة ما نستورد من هذه الدول لكن تعرضت بصورة عامة وكو قضية حقيقة لا يمكن إخفاءها انه احنا عندنا ارتفاع أسعار النفط هو بجنبة إيجابية أنه يعظم إيرادات الدولة لكن بجنبة سلبية أنه على الدول اللي تستورد فاتورة وارداتها من الخارج بالتالي راح تدري أنت أجور النقل أجور الطاقة مدخلات الصناعة كل هذه النفط هو مدخلها الأساسي فبالتالي هذا راح تتحمل أجورها السلع المستوردة واقعا وزارة التجارة وكذلك حقيقة وزارة الزراعة هي جدا خجولة في معالجة الأزمة نحن حقيقة في غرفة تجارة بغداد وكممثلين للقطاع التجاري الخاص واقعا وجدنا انه احنا عندما حصلت الازمة انه احنا الوحيد الذي رميت علينا الاتهام ان التجار وكذا والتقصير من التجار وهذا واقع حقيقة هو غير منصف يعني اليوم انت ذات حاسبني على الاسعار فالاسعار ارجع بها انا اليك ابتداء من تاريخ 17/12/2020 عندما قررت الحكومة العراقية والبنك المركزي رفع سعر الصرف بنسبة 23% بالتالي السلع المستوردة ارتفعت 23% احنا نستورد بالدولار واقعا احنا يعني تداولنا المحلي بالدينار لكن نستورد فاتورة الواردات بالدولار بالتالي هاي السلع المستوردة تحملت 23% كذلك الأزمة أزمة اللي حدثت هي أيضا هي زادت من 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 يعني من ارتفاع السوق واقع من قضية النقل وقضية الطاقة وإلى ما ذلك كلها حملت على السلع المستوردة فبالتالي ارتفعت أسعارها أيضا أكو قرار حقيقة يعني قرار صادم لوزير الزراعة واقع اللي هو قرار المنع لبعض المفردات الأساسية اللي قرر بها المنع وقال إنه إحنا مكتفين بها ذاتيا واقع وما أن حصلت أزمة شفنا ان العراق عاجز عن تلبية متطلبات السوق بالتالي يعني يعني اليوم الحكومة حقيقة يعني ما عندها سياسة واضحة في معالجة الأزمات ونشوفه كأنما هي عفوا تتعامل بسياسة رد الفعل وما عندها بعد استراتيجي في حدوثها لا يوجد بعد استراتيجي سيادة النائب والتعامل لا زال في استراتيجية الفعل ورد الفعل إذا كانت هذه استراتيجية ففي هذه الحالة دور البرلمان بالجهة الرقابية فضلا عن الجهة التشريعية هل تعتقد بأن البرلمانات السابقة كان دورها وافي وكافي في هذه الحالة المحافظة على مفردات البطاقة التموينية والتواصل مع الجمهور هو الحقيقة يعني أنا أولا خلي أعقب على كلام السيد المعاون إحنا اليوم المفروض وزارة التجارة عندها في خطة استراتيجية يعني أنا اليوم من أسمع مثل يقول أنا استورد المواد لمدة شهر شهرين هو نعرفه هو أكيد هاي المواد مو يوم استوردناها يعني هاي صار سنين إحنا نستورد وهاي مدة الاستيراد التحميل والتفريغ والنقل هذا معروف يعني مشكلتنا وهذا الكلام من سيد وزير التجارة يعني ما عندهم خزين استراتيجي وخزينهم ما يتجاوز 20 يوم هذا من عدة رجل يعني أنا اليوم بلد كامل يعني مثل معرض الهلاك عمي انت عندك خزين 20 يوم نجي على البرلمان الحقيقة البرلمان هسه احنا الاخوان الدورات السابقة ما نريد نحملهم يعني هو الكلام واضح يعني الشارع واضح ولازم تشخيص على الاقل حتى التصحيح يعني واضح. الجلسة الاخيرة من استضافين وزير التجارة في اللجنة كانت في وقتها يعني صارت مداخلة خصوص الأمن الغذائي يعني احنا ولو القانون اصلا يعني راضي الحقيقة لانه اكو ممكن اليوم قانون موازنة مكان لكن نيجي بهذا الخصوص احنا قلنا لازم المفروض على الاقل عندنا من 3 اشهر الى 6 اشهر خزين استراتيجي حتى يصير ازمة ما نتفاجئ ما نقدر يعني نحمل الازمة على ناس اخرين مثل ما تفضل الاخ يعني ما نريد نحملها على التجار احنا حكومة تتحمل الأزمة الحكومة المفروض عندها وزارة التجارة عندها خزين استراتيجي ومتأكدة من هذا زين هذا جانب الجانب الآخر اللي تحدثوا به نوعية السلة الغذائية انت شو تعرف السلة الغذائية زينة أو مو زينة روح انزل للشارع اسأل أي واحد اليوم هاي السلات اللي هسه بتوزع إذا أنا أقول له عن الزيت كل الجمهور وكل الشعب أنا هاي هسه أطلع لك الرسائل بالواتساب سألت عدد يعني غير الوكلاء سألت ناس يقول لك الزيت نوعيته رديئة يعني حتى يقولون زفرة وما أدري شو يسألون هاي واحد مثلا احنا برمضان تبي هسه العصائر وهذا يعني العائلة العراقية الشاي وهاي الشكر يصير اكثر
أكثر استقرار؟ هم الأخوان معاون خافي يروح يزعل علينا قصوا كيلو يعني مكان ما كان كيلو والمكان ما يزيدون على مدى يسوين حلويات العراقيين قصوا كيلو طعنا كيلو واحد زين إحنا هذا الموضوع تحين تباع للدوار ملف مهم جدا. أنا أجمع لك هسه أنت ما سوي استبيان سوي هذا تصويت يعني إذا طلع 10% أكو ناس راضي على نوعية الوجبات الغذائية أنا أكون يعني موهن. هذا واحد. اثنين إحنا من يعني ذاك اليوم كانت مداخلات وكلام والسيد معالي وزير التجارة من هذا أكو شغلة. أولا الريد النوب تحدد أنواع عدد السلة الغذائية، السلة الغذائية كانت 9 إلى 10 يعني يمكن 3 تقريركم ذلك. واحنا من كنا قاعدين ويا الوزير كان يمكن 7 راح يكون. طيب. أولا نريد عددهم 7 كل يستلم المواطن 7 أنواع. اثنين أريد منشأهم وأنت اليوم من تجيب رز تايلندي وتجيب أمريكي وتجيب يعني كل شيء إلى نوعه وإلى قيمته. انت مو تقول لي بس والله انا اعطيك كيلو كيلو وتمن وتمن اكو نوعية جايبين 3000 واكو نوعية بلف. هاي اثنين. ثلاثة قلنا لهم تحددون وقت التوزيع، انا اريد اعرف هذا الوكيل اريد اجي اشوفه اريد اراقبه. اذا كل ما اروح له اقول له والله سيد احنا طلبنا اليوم مادتين هم اليوم يعني قبل ما اجيكم سألت اغلبهم مو موزعين كل المواد. اكو فالذنب يعني فالتذنب عفوا. اكو فالتذنب هذا يعني اكو وكيل موزع 5 مواد، اكو وكيل موزع 3 ما مستلمها. انا ما اعرف يعني وزارة التجارة اولا عندها مخازن عملاقة عندها كادر مليون، وزارة التجارة مليون مو عندها امكانيات، ليش هذا التقصير ما نعرف يعني شو المشكلة؟ ترى هذا الموضوع انا رجال يعني هم تاجر قبل ما اكون نائب. هذا الموضوع حس انا يعني متاكد لو يكلفون به غرفه تجاره تجار عراقيين والله يجيبوا لك اياها لحد ليش هذا يعني ليش وكيل عندنا مثلا بنحله مستلم وكيل ما مستلم وكيل مستلم 3 انواع من هذا وكيل ما مسلم هذا تذبذب ما يصير. طيب اشارت سياده النائب الى النسب المئويه وايضا عندنا تقرير الزملاء في غرفه الحصاد عدوا لنا اياه زميلي نور العلي راح تقدم لنا بلغه الارقام والنسب المئويه بعض المؤشرات اللي سجلت على موضوعه البطاقه التموينيه والامن الغذائي. نتابع هذا التقرير من ثم لنعود المشاهدين الاحبه تفضلوا ويانا. كل شيء اصعب على المواطن اكثر من ان ينتظر ما يفرض من مفردات الحصة التموينية التي بدأت تقل شيئا فشيئا حتى وصلت إلى 2 أو 3 أنواع في وقت تشتد فيه حاجة المواطن العراقي إلى هذه المواد ليسد فيها رمقه ويكون فيها الصائم أحوج إلى هذه المواد وما يتناوله على سفرة المائدة. وعلى الرغم من شحة ما تتضمنه مفردات الحصة التموينية لكن المواطن العراقي ينتظر عدة شهور ليحصل على هذه المواد لتسد رمقه. يبقى الكادح يقترب على نفسه وعلى عائلته منتظرا عقد وزارة التجارة التي لم تراعي احتياجات المواطن العراقي من مفردات هذه الحصة التموينية. وبين انتعاض المواطنين لتأخر استلام الحصة التموينية تبقى الوعود الجهات الحكومية ما هي إلا وسيلة لمن يعانون شغل العيش ليجدوا بلحظة بعد انتظار طويل إن هذه الوعود ما هي إلا هواء في شباك. فيما تسبب تأخير توزيع المواد الغذائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ضنك العيش للمواطن المتعفف حيث تفاقمت معاناة العوائل محدودة الدخل بسبب تأخر توزيع المواد الغذائية التي من المفترض أن توزع في نهاية كل شهر لكنها لم توزع إلا بعد عدة شهور. ومع غياب أغلب مفردات البطاقة التموينية من الأعذار المتكررة للحكومات المتعاقبة نستطيع أن نصفها بأنها ذلك العذر الذي هو أقبح من الذنب حيث لا يمكن أن يكون لقوت المواطن قابلا للتلقي مهما بلغ الأمر. فالحصة التموينية التي هي حزمة مواد غذائية رئيسية لا تخضع لبرامج مدروسة لتوفيرها بشكل انسيابي للمواطنين. Thank you.
حياكم الله مشاهدي الأحبة. والبداية مع حضرتك عبد الرحمن المشهداني، لما تكون استراتيجية الحكومة بهذا التوصيف تلك إخفاق عدم وصول المواد في وقتها المناسب، والمواطن يتابع ويتابع ب يعني عن كثب، أو هو لربما المتضرر الأول والأخير، وإذا كانت بعض المشاكل السياسية يغض النظر عنها هذه المشكلة تخص قوة العائلة، المطلوب من المواطن أن يكون هو الخبير الاقتصادي ويرسم استراتيجية خاصة بعائلته. أيضا الخبراء الاقتصاديين كيف ينظرون، وحضرتك أولهم، إلى قضية الأمن الغذائي، هل هو الحل لهذه الإخفاقات في موضوع البطاقة التموينية؟ هو شوف، خليني أبدأ من حيث انتهيت أستاذ أحمد، أنه الخبراء الاقتصاديين نتحدث من سنوات، يعني حتى قبل 2003، أنه ضروري جدا أنه هذه سلع استراتيجية تخص الأمن القومي وليس فقط الأمن الغذائي. نعم. وإحنا نعلم جيدا اللي ندرس الاقتصاد وندرس السياسة أنه دائما الحبوب سلاح يستخدم في حتى في قرارات مجلس الأمن كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دول معينة من أجل التصويت لصالحها في قرارات معينة. فبالتالي حدثنا كثير، طلابنا كتبوا رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه كثير بالأمن الغذائي، لكن من يقرأ ومن يسمع هذه النقطة؟ فأنا أعتقد أنه يعني هناك فجوة بين الجهات التنفيذية وبين الخبراء، يعني ما أعتقد أنه يعني حتى سابقا كانوا يرسلون علينا يستأنسون بآرائنا، من سنوات ما عادوا حتى يجزون علينا يعني. فأنا أعتقد أن المشكلة مشكلة حكومية بالدرجة الأساس ويتحمل عبئها المواطن. اللي إذا نتحدث عن الأمن الغذائي، كل الدول همها الأساسي مسألة توفير الغذاء، لأن اليوم إذا أريد نأخذ التقارير اللي موجودة، هذه الأزمة أزمة طويلة وسترتفع الأسعار مجددا، يعني لن يعني هذه الأسعار العالمية اليوم هي ليست نهاية المطاف، خاصة بالسلع الأساسية سترتفع أكثر وأكثر. بالتالي ينبغي أن يكون لوزارة التجارة الدور الأكبر، وزارة التجارة مرتبطة بمن؟ بوزارة المالية، لأن التخصيصات المالية تأتي من وزارة التجارة. نتحدث عن عام 21 كانت تخصيصاتها للبطاقة التموينية 1,350,000,000، على حد علم إجمالي المبالغ اللي استلمتها وزارة التجارة 350. من يتحمل هذا التقصير، المالية أم التجارة؟ المالية لم تصرف كامل المستحقات، حتى وزارة التجارة تأخذ حريتها بالاستيراد عند ذلك يمكن أن نحاسبها، لأن الآن الحجة أول ما نتحدث مع وزارة التجارة قالك ما عندنا تخصيصات كافية. هسه المشكلة إحنا نعول، وأني أيضا يعني أشد إيد على إيد السيد الناد، إنه نعول على قانون الأمن الطارئ بغض النظر الخلافات اللي عليه، إنه من الضروري جدا تعزيز المبالغ وتخصص وتفرض بعنوان خاص هذه لدعم الأمن الغذائي، وبالاتجاهين، الاتجاه الأول دعم وزارة التجارة في استيراد مخرجات البطاقة التموينية، لأنه مثل ما قال وتحدث سعادة النائب ماكو دولة خزينها استراتيجي 20 يوم. أصلاً إحنا تفاجئنا، يعني يفترض حتى لو 20 يوم ما يتحدثون بالإعلام، هذا يخلق الرعب بالأسواق ويخلق الرعب عند الناس. إذا الحكومة تقول أنا ما عندي خزينة استراتيجية في 20 يوم شو نسوي؟ يعني حقه، ولو هذا استراتيجي حتى المواطن يركب للسوق ويروح يشتري لأنه خاف، يعني كل إحنا أصحاب عوائل يوم يحاولون يجيب ويحط حتى لين أقول لك ما أقول أنا عفوا الداخل ما ممكن الحديث بهذه الطريقة، حتى لو كان صفر يفترض أن بالإعلام يطمنون إنه عندنا خزين استراتيجي وعندنا خزين للطوارئ وماكو عندنا مشكلة، يعني وعندنا تعاقدات، زين إحنا عندنا تعاقدات، عندكم تعاقدات ويا كندا والولايات المتحدة والعراق يمكن الدولة الوحيدة اللي ما راح يتأثر بهذه الأزمة، يعني يتعاقد مع مناشئ رصينة وما ينافسونه، الدول اللي كانت تستورد لا مصر ولا لبنان ولا الجزائر ولا دول أخرى ما عندهم إمكانية، كانوا يستوردون من أوكرانيا ومن روسيا، فرق الآن $200 بالطن، ما عندهم القدرة أن يروحون ينافسون زبائن أساسيين يستوردون الحنطة من أستراليا أو من كندا أو من الولايات المتحدة الأمريكية بالأسعار العالمية، يعني ارتفاع أسعار النفط إيجابي إن، لكن على الأقل وفر لنا إمكانية أن نتفاوض، صحيح ارتفاع؟ يعني هذا بس الرعب بين المواطنين، يعني نقطة مهمة جدا، مو صحيح هذا، مو صحيح. بطل الزيت على أرض الواقع من 1,000 دينار إلى 3,000-4,000 دينار، وإحنا في شهر رمضان المبارك وحتى خارج هذا الشهر الفضيل، بالتالي المواطن قام يشعر بحالة القلق وعدم الاستقرار.
اعلان هكذا حال، ما عندنا خط استراتيجي. المواطن اليوم ينظر الى وزاره التجاره مثل ما فضل الدكتور المشهداني بانه الامن الغذائي يصل الى خطورته على مستوى الامن، امن قومي وليس فقط يختص على الامن القومي. يعني ماذا اتخذت وزاره التجاره بهذا الصدد؟ استاذنا الفاضل، العراق ليس بمنأى عن الازمه اللي صارت في روسيا واوكرانيا. اذا نقول احنا ما نريد نعلق هاي الاخطاء، اذا نقول انه الماده الاوليه للزيت معروف لدى العالم كله من اوكرانيا ما يحتاج، لابد ان تصير هاي الازمه، بس مو هالشيء المهول. والدليل انه خلال اسبوعين نزلت المواد، نزل مطلوب الزيت. الانسان دائما بطبيعته يحافظ على خلينا نقول الماده الغذائيه له، بمجرد ان يسمع خبر اشاعه ان كان صح او خاطئ يروح يرجع للسوق يسبب فد اشكاليه. لكن واقع الحال لو كانت اكو ازمه حقيقيه ما كانت عدت خلال اسبوعين، واعتقد السوق هو اللي يتكلم عن الحل. الحقيقه استقرت الاسعار، ما انخفضت، ما انخفضت. يعني بطل الزيت لحد الان 3.5 ريال. لا استاذ العفو، مو ما انخفض، هو اصلا كان سعره يعني مقارب لهذا السعر، من صعد رجع تقريبا. هو ما ممكن ترى يعود للوضع الطبيعي بالازمه. اما من ناحيه الخزينه الاستراتيجي واغنى الدكتور الله يحفظه، احنا بالنسبه ان كل العالم يخلي ميزانيه وتخصيصات، احنا ناس خلينا نقول وزاره تنفيذيه اعطوني تخصيصات واجيب لك من احسن المناشئ. وبالفعل احنا ما يضاهينا دوله من دول الاقليميه باستيراداتنا حقيقه من كل النواحي، سواء الحنطه. وانا استغربت من سياده النائب يقول رداءه المنتج. انا الرز تايلندي 8 ملم جيد جدا من المناشئ المعروفه. الحنطه انا ممكن انزل يا سيد النائب للسوق نشوف المواد اللي بنجهزها. اسمح لي استاذ، انا سنوات اجوف من سنوات ما بصير محصل. بس انا اسال الناس هسه صار ظرف غير شكل حقيقي. قبل ما لي شغل يعني، لا انا اصلا لانه تدري احنا تجار ما عندنا وجبه غذائيه. لكن انا هسه ان شاء الله قبل ما اجي كن على ثقه سياده المعاون خالد العزيز. سالت ناس عندهم، رحت لانه جاي اريد احكي عنهم حتى اكون مطمئن واحكي لك ثق بالله العظيم. انا رحت الناس عندهم يستلمون وجبه، سالتهم شنو عندكم مشاكل؟ شنو الوجبه؟ اول مشكله عندهم هذا الزيت. الزيت قالوا نوعيته رديء، نفس الزيت مشتريه. يعني هذا التجار شو مو رديء. العفو والله، لا استاذ يعني بالبلد العالم معتاده على نوعيه الزيت. نوعيه الزيت هسه عباد الشمس، ما اعرف الشركات الباقيه، اذا تغيرت النوعيه اعتبر عنده صارت خلل. يعني انه هذا الزيت في الطحين، انه الزيت مكسر يقول لك هلا هاي يبيعون خبز، وهاي مثلا خبز بالتالي اغلب الطحين ينباع للدوار. لما ينباع ب 13 ليتر راح يرجع له المحنه. هذا ملف بس ما نريد نفتحه، لكنه ايضا خلينا نجي على التوقيتات سيد طالب اذا سمحت لي. التوقيتات ليس فقط وزير التجاره، بل ان حتى رئيس الحكومه وحكومه تصريف الاعمار اخذت على عاتقها بان توزيع المواد الغذائيه باوقات وجدول محدد. بالتالي هذا الجدول ما جاي يطبق على ارض الواقع، اصبح خلل هنالك عند المواطن. العفو استاذ، انا كقطع بالوكلاء بالعراق كله بيوم واحد يستلمون ويجهزون بيوم واحد، هذا ممكن. لان انا عندي نظام وعندي حاسبه وعندي. اما تقول لي بين وكيل ووكيل، ممكن انا الوكيل مالي بعد يومين يستلم، وكيل السيد النائب يجوز يستلم اليوم. هذا مو ذاك الخلل حقيقة. يعني ما استلم وجبة، ما يستلم. لا لا لا، احنا بعد ما دام انتقلي بعدين لازم نضرب المثل. احنا استاذ احمد خلينا نكون انشي لان يوم اطول رمضان. احنا المشكلة احنا ما نقول لك بيوم واحد، بس قل لي سيد احنا ترى راح نوزع من يوم واحد الى يوم 10 المفروض. سيد السلة الرمضانية الاولى كملت قبل 4 ايام من 1 رمضان الى 11 رمضان كل العراق، وبدينا شرعنا بالسلة الغذائية الرمضانية الثانية اللي هي اليوم ما يقارب 60 الى 70% منها جهزت، واحنا بعدنا اليوم 15 رمضان. مواعيدنا مضبوطة ومحددة مثل ما ادعينا بها نفذناها ان شاء الله. ان شاء الله. اما يبقى فرق يوم ويومين بين وكيل ووكيل ما هو، يعني هاي لازم تصير الامور. بالنسبة لرداءة المنتج مثلا الرز كل اغلب سالتهم بما فيهم الوكلاء
اغلبهم يشكون انه نوعيه الرز تعبان. اسخه ما قاعد يتوزع رز بسمتي يعني. لا احنا استاذ عفوا احنا وزعنا العراقي يستحق لانه درجه اولى. استاذ احنا وزعنا بس احنا برمضان الدكتور قال احنا اهل صدقه الفطر يعني هم من اوسط ما لا لا استاذ اسمح لي يعني هذا التمن من طي احنا هذا صدقه حتى صدقه ما ينفع. اول شيء احنا وزعنا رز محلي ومعروف الرز المحلي العنبر بالعراق وبالعالم مو بالعراق معروف هاي النوعيه وجبه كامله رز محلي. المجارش المحليه اللي متعاقده مع الشركه العامه لتجاره الحبوب بالسماوه بالنجف بالديوانيه كلها. الرز الثاني اللي الباخره جتي فرغت 44,000 طن وهسه حاليا باخرتين رز تايلندي جيد جدا واكررها الحبه مالته 8 ملي ممكن المختصين يعرفون. المختصات بالبيت يعرفون. المختصات احنا ما نقدر. عفوا دكتور علي، دكتور علي هذه لما نتحدث عن الامن الغذائي ترى وزاره التجاره او مفردات البطاقه التموينيه ايش قد اسهام في موضوع الامن الغذائي؟ من المفاصل الاخرى اللي تساهم بهذا الامن الغذائي، ايضا عندنا التجار وغيرها من المفاصل يرفعون اسعار وتنزل اسعار وتنزل مواد بالسوق وتشح مواد بالسوق. نتحدث عن هذه المفردة اليوم أصبح بها ضبابية. نعم حقيقة ابتداءً بس سيدي الكريم إذا تسمح لي القضية، إحنا اليوم عايشين في ظل دولة وحكومة لو هيجي. أنا أحكي لك. حكومة تصريف أعمال. برلمان لا سيدي النائب برلمان لحد الآن. لا خلنا أحكي لك واقع سيدي الكريم. أحكي لك واقع. حقيقية. إحنا أنا أحكي لك على مستوى غرفة تجارة بغداد، تعنى بالأسرة التجارية في بغداد والسيد النائب من هذه الشريحة ويعرف بها. احنا عندنا في غرفة تجارة بغداد وانا رأس هذا المفصل بيها عندنا مركز ازمات وعندنا مركز للدراسات يستقرأ واقع السوق يستقرأ المتطلبات يستقرأ ماذا سيحدث حقيقة. حكومة مثل العراق يعني بهذه المقدرات وبهذه الكوادر الادارية اللي حقيقة يعني اعذرني بهذه الكلمة حتى نصل الى يعني جهاز وظيفة فاض عن الحاجة الواقعية للمؤسسات يعني ما عندنا وزارة التخطيط وزارة المالية وزارة التجارة وزارة الزراعة وزارة الاقتصادية القطاعية والسيد النائب والسيد الخبير الاقتصاد جوزئيد منهم ما استقرأوا أن قضية حقيقة قضية أزمة أوكرانيا وروسيا مو وليدة اليوم هي بدأت شرارتها من 2014 من قضية القرم وكذا ولا تنتهي مثل قال سيد الكريم يعني أنه تنتهي بش اسمه المفروض كان أكو استقراء لما سيحدث حقيقة. يعني أعود إلى سؤالك يعني قضية المفردات البطاقة التموينية وغيرها هي ما تشكل يعني 100% راح أقول لك أنا من يعني شلون من أمن الغذائي للمواطن لكن في ظل فجوة الفقر اللي تجاوزت 40% في ظل وجود بطالة حقيقة يعني يعني نسبتها أصبحت خطيرة وتهدد السلم المجتمعي أصبحت قضية البطاقة التموينية من أولويات الأمن الغذائي. يعني أنا اليوم حقيقة في قضية يعني قانون الأمن الغذائي المقدم وهنا حقيقة نوجه يعني مناشدة للسيد النائب يعني نقول له إنه قضية هنا يجب أن مو بس فقط تنفق يعني تخصص إلى وزارة التجارة مبلغ يؤمن الأمن الغذائي لا يجب أن يفرضون على وزارة التجارة والوزارة الاقتصادية تعيد سياستها في هذا المجال ما نبقى إحنا يعني حاطين أيدينا ومتخوفين المواطن خاف تصير أزمة إيش قد احتياط وزارة التجارة وإيش قد يكفيني إيش كم أسبوع إيش قد وبعدين من تصير أزمة تعال التاجر ليش رفعت بطل الزيت ليش رفعت الشكر ليش رفعت كذا بالأزمات هل هو يعطي حلول أم أن هكذا مراكز تعطي فقط المبررات لا لا مركز الأزمات سيد الكريم يعني وأنا أحكي لك عن تجربة حقيقة والسيد النائب كان مستشار تجاري قبل أن يكون نائب في البرلمان يستقرأ الأزمة ويضع حلول للأزمة وحلول تنسجم مع الواقع وأكثر من حل يضع حقيقة تلقى صدى عند المختصين هي المشكلة هنا السيد الدكتور المشيداني قالها قبل كانوا يستأنسون براينا يعني كخبراء يودون علي أستاذ حقيقة أنا يعني أتقزم أن أوقف في مقام السيد الدكتور عبد الرحمن وأنا تلميذه حقيقة يعني لكن كانوا يستأنسون بخياراتنا اليوم قاموا مساعدين اليوم حتى من تودي له رسالة أنت تطوعية من يمك تقول له ايش راح يصير هذا حتى ما يجاوبك حقيقة يعني اليوم في كل دول العالم وخلنا نقول بالعراق يجب ان يعني مراكز الازمات المختصين غير يجب ان يكون حقيقة لهم تقدير واستشارتهم تكون محط احترام يعني واقعا لكن هذا مع الاسف ما نجد من الجدل اللي اثار البرلمان العراقي ضيوفنا الكرام المشاهدين الاحبة اثار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي اللي صوت عليه مجلس النواب العراقي اثار جدل واسع في الاوساط السياسيه والشعبيه
وأيضا ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه جاء باسم الفقراء ودعم أمنهم الغذائي، وهو أشبه بتبييض يعني شو نسميه، تبييض صفقة كبيرة تحاك خلف كواليس، تحاك خلف كواليس صفقة كبيرة بأكثر من 25 تريليون دينار. الزملاء في غرفة الحصاد أعدون التقرير الآتي، نتابع تقرير الزميل نهى الشمري ونكمل الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. كثيرة هي المشكلات التي يواجهها المواطن العراقي، ومن بين تلك المشكلات في الوقت الحالي هي عدم انتظام وزارة التجارة بتوزيع المواد الغذائية في مواعيدها، إذ أضافت ثقلا كبيرا على كاهله بالوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى توفير مبالغ كبيرة لتوفير احتياجاته الغذائية، لكنه يصطدم بمشكلة ارتفاع صرف الدولار وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية. بطل الزيت من 3000 إلى 4000 دينار كان ثقيل على كاهل المواطن العراقي، وهي أصلا الأزمة متراكمة بارتفاع أسعار الدولار الصور العام أو أكثر أو أقل. فأصحاب المحال والمستهلكين يشكون مرارة معاناتهم من قلة توفير المواد الغذائية المخصصة في البطاقة التموينية أو تأخيرها، خصوصا في أوقات الأزمات أو بعض المواسم كشهر رمضان. فرغم مرور أعوام على هذه المشكلة، إلا أن الذوات المعنيين لم يجدوا حلا لها منذ عام 2003 إلى الآن، إلا بالحلول الوقتية كالمنح التي لم ترى النور إلى هذه اللحظة، أو استبدالها بمبلغ لا يسد احتياجهم الغذائي. بعد ما نقدر على العيش ما نقدر، أنا أشتغل هنا عامل، يعني يوميتي قليلة كلش، اشتري بيها مسواق للبيت، يعني شو اسوي بيها؟ يعني يومتك ليها 15000، يعني شو اجيب بيها؟ كيس تمن لو معجون لو زيت مثلا، شو اجيب بيها؟ حليب، حفاضات، يعني جهال، شو اسوي يعني؟ الدولار ساعد كلش. وفي الجانب الاخر يرى خبراء اقتصاد ان العراق بلغ مستويات عاليه في الفقر، اذ لا تستطيع هذه الفئه مواكبه ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه التي تخلقها عشوائية توزيع مفردات البطاقة التموينية المخصصة من قبل وزارة التجارة أو تأخيرها. فالسلة الغذائية الوطنية هي المنقذ الوحيد للطبقات الفقيرة من مخارب الجوع التي تنهش أموالهم، فهي تكاد أن لا تسد احتياجاتهم اليومية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ومباشرة أذهب إلى السيد النائب حسين السعبري النائب المستقل. السيد حسين، لما لاحظنا أنه هذا الجدل اللي أثاره قانون الأمن الغذائي في البرلمان، بالتالي اليوم البرلمان يأخذ على عاتقه ليس فقط على مستوى الاستجواب والاستضافة وغيرها لموضوعات التجارة، ولكن يأخذ على عاتقه تشريع قانون يختص بالأمن الغذائي. ووضح الدكتور عبد الرحمن المشهداني بأن قانون الأمن الغذائي يرتبط بالأمن الأمن القومي العراقي، بالتالي هنا دور البرلمان هل يكفي بالمراقبة أم المبادرة ويفعل الجزء التشريعي؟ لا، هو الحقيقة بالنسبة لقانون الأمن الغذائي يعني كان المرحلة اللي احنا مرينا بها مرحلة صعبة يعني، فجاءوا هذا القانون حتى يعالج مشكلة، لكن اليوم القانون راح فصلوا غير تفصال، وهذا يعني مدير المعنية مستقل وما راح أعطيك هذه المعنية. لا ما عليك حرج، على شنو؟ هذا أمن شعب، أمن ناسنا، ومثل ما تفضل الدكتور أمن قومي، الدول تسقط من وراء نفسي. السيد وزير المالية قال يا أخوان إن صارت مداخلات، وتعرف بمشاكل هسه راح احكي لك اياها، قال عمي هاي مسوده القانون، هاي مسوده القانون اللي وديتها، مو مثل ما اجتكم هاي مال امانه مجلس الوزراء. هذا رجل موجود مع الوزير، موجود تسجيلات بالمجلس الوزراء. هاي واحد القانون، حتى تعرف اول ما اجى 35 تريليون، 10 تريليون هم نريد نتقرض، هم رجعت حديما العائله القديمه، هم يريدون يتقرضون الجماعه. المن متقرض، انت عندك وفره ماليه، انت هذا الوقت تروح تسدد الدين، لو تروح تتقرض من جيل ما نعرف زين.
بعدين هو القانون الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. قلنا لهم هم يخالف، قبلنا عمي هذا ترى القانون قانونين مو واحد، هذا قانون غذائي نريد ندعم الطبقات الهشة، نريد ندعم وزارة التجارة تخلعتها خزين استراتيجي، ندعم الفلاح نطوا فلوسه حتى يروح يزرع لنا حنطات، ما عندنا مشكلة. زين اجيتوا للتنمية، شنو التنمية؟ تنمية عندهم مشاريع جماعة اللي بيمشوا. قلنا عمي إذا تنمية ومصرين على هذا الموضوع، طبعا مع تحفظ على هذا القانون مع عدم قناعتي بهذا القانون، لان هذا القانون اصلا مخالف للدستور، لان يعني اكو ماده 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ما يحق لهذه الحكومه تصعد هيك قوانين. ومع هذا خلينا قلنا يا تصريف اعمال، اجينا لهم الجماعه يا بنا انت التنميه اول شيء عندك الطاقه الكهربائيه، ادفع روح باتجاه المشاريع الطاقة الكهربائية لا عدنا زيادة. إذا عدنا تنمية خلينا نروح لمجال الصحة، كل المراكز الصحية والمستشفيات وهذا تحتاج، ما زال عدنا وفرة مالية. انت وين رايح لي على مشاريع؟ يعني خلينا اختصرها باب جديدة للفساد. هذا القانون، هذا العراقيين وخلي يسمعون اليوم رمضان، والله العظيم هذا القانون جزء من عند أرادوا يصلحون به وضع الفقير والاكبر حتى الصرف غير الفاسد في هذه الحاله. دكتور عبد الرحمن في دقيقه بعد سمح حتى نقسم الوقت بعد ذلك، هاي التفصيلات الكيفيه يعني تفصيلات الحكومه تختلف عن تفصيلات البرلمان، بالتالي التفصيل اللي يجي على مقاس المواطن وين يلقى؟ والله هذا صعب جدا، لانه المشكله الكل تريد تضع فتشي بقوانين تحقق من الاستفاده. انا اذكر حديث للسيد هيثم الجبوري رئيس اللجنه الماليه السابق، قال ما جت الموازنه لعام 21 بدت 164 تريليون، فقعدنا مع الساده الوزراء ورؤساء الهيئات المستقله والساده النواب جمعنا طلباتهم، جمعت الطلبات 762 تريليون، كل واحد يريد يخلي له مشروع. بالتالي 5 سنين انا اعتقد انه بناء مثل هذه المشاريع ليس يعني بافق وباستراتيجيه وبنظره بعيده. يعني هذا القانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، اولا التنميه استراتيجيه، احنا موضوعنا مؤقت ربما 3 اشهر ربما 6 اشهر طارئ، بالتالي كان يفترض ان ينحصر فقط في الامن الغذائي والتخفيف الفقر. خلوا كل مشاكل الحكومه، زين اقتراض داخلي واقتراض خارجي، قطاع الكهرباء الى النفط، تسديد ديون. هل تم تضخيم هذا الملف؟ اكيد يعني صار 3 in 1 يعني هذا صار شلون؟ ثلاثة قوانين، الامن الغذائي والتنميه المستدامه والتحوط المالي، وكل واحد منها الى 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 استراتيجيه والى اليه للتنفيذ تتعارض فيما بينها. بالمناسبه استاذ احمد عفوا علي بس في اخر 28% من موازنة العراق، هذا القانون يعني يساوي 28%. عمي خو جيب الموازنة، الموازنة نشتغل عليها كثير وعدنا احنا مررنا خارج القانون، جيب الموازنة احنا عندنا خطأ. نعم دكتور علي، هذه إذا فكينا هذا الاشتباك أو هذه الثلاثية في هذا المشروع أو هذا القانون راح يستفيد المواطن العراقي؟ ركز على الأمن الغذائي فقط في دقيقة تسمح لي. نعم التركيز يجب حقيقة أن يكون على الأمن الغذائي، إصلاح نظام البطاقة التموينية، تنويعها كبا ونوعا واقعا، وتركيز على فيما يخص الطبقات الهشة. يمكن انه قضية وزارة العمل وكذا، بس ما اروح بمجال تضخيم هذا القانون وتحميله عبء. المواطن عند برلمان وعند حكومة تصريف اعمال، المسؤولية تقع على البرلمان حتى يعادل ان المعادل الموضوع اللي عدم وجود حكومة قادر على هو هنا يجي دور البرلمان في تقنين هذا القانون. الأستاذ طالب عباس، يعني لما توزع الحصص التموينية في أوقاتها المحددة، هذه الجزئية راح تساهم بانخفاض أسعار المواد الغذائية، استقرار السوق المحلي؟ بالتأكيد أستاذ، السوق دائما المحلية هي عرض وطلب. نعم. كل ما يزداد الطلب يقل، لأن البطاقة من تتوزع تأثر على السوق. نعم. تأثير مباشر، والدليل الأزمة اللي صارت بمجرد أن الإعلان إيه؟ إعلان عنها، هي بدأت الأسعار إذا ما تهبط تستقر بواقعها، ولا كان صعدت. فبالدرجة الأولى إحنا اللي خصنا بموضوع الأمن الغذائي، الشق الأول ماله اللي هو مفردات البطاقة التموينية، أقدر أخلي خزين طوارئ، خزين استراتيجي، يعني تكون عندي حرية بالتصرف بالبطاقة التموينية وتجهيزها. هذا احنا اللي نأمله من يعني من قانون الامن الغذائي، بغض النظر عن المتعلقات
الوضعيه اللي صار، لكن انا اللي يهمني مثل ما تفضل السيد النائب والاساتذه انه المواطن الفقير اللي هو تحت خط الفقر او واصل خط الفقر يوصل له البطاقه التموينيه كما وبنفس الوقت. البرلمان قادر على حمايه المواطن في ظل حكومه تصريف اعمال سياده النائب؟ احنا ان شاء الله قلنا لهم من وزاره التجاره ان شاء الله نخصص لكم الاموال اللي تكفي وتكون عندكم خزين استراتيجي، بس مطلوب من عندكم شفافيه، نطلب من عندكم جداول كميات نوعيات اوقات توقيتات نريدها من عندكم احنا وياكم، لانه هذا امن شعبنا وناسنا، بس بالمقابل ما نريد تظل يعني ماخذ الحبل على الغارب. ايضا اشك المواطنين لما سالناهم سؤال استطلاعي حضراتكم مشاهدينا الاحبة، وكانت اجاباتكم حول ما سألناكم عنه هل تعتقد أن قانون الأمن الغذائي سيتضمن توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا والقضاء على الأزمة الحالية؟ 35% قالوا نعم تأملتوا هذا الموضوع، ولكن 60% تشاءم ولم يجدوا أن هذا القانون قانون الأمن الغذائي راح يضمن توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل شفاف وعادل، و5% تحفظوا على الإجابة. السيد النائب حسين السعدري النائب المستقل شرفتنا وأثريت الحوار، وشكرا جزيلا لوجودك مع الضيوف الكرام. الدكتور عبد الرحمن المشدان خبير الاقتصاد والمالي، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات والشفافية. وكذلك الأستاذ طارق عباس معاون مدير شركة الأمن الغذائية، شكرا لهذه الصراحة المتناهية. والدكتور علي هادي جيده مستشار اقتصادي في غرفة التجارة في بغداد على هذه الإيضاحات المعرفية، أشكرك شكرا جزيلا وشكرا موصولا لكم مشاهدي الأحبة. لقاءنا في الغد يتجدد بإذنه تعالى في أمان الله.